النهارده انا كنت بشارك في معرض الكتاب في ضمن سلسله ندوات كاتب وكتاب اللي بتستضيف النهارده كتاب شريك كوكتيل. كتاب اللي بيتناول موسيقى الثمانينات والتسعينات. سعدت جدا بالمشاركه مع استاذه غاده ادري واستاذ محمد عبد الرحمن اللي اداروا الندوه، وكانت فرصه ان نلتقي بزوار معرض الكتاب وبالحضور اللي تفاعلوا معانا، وكان في اسئله مهمه جدا بخصوص موسيقى الثمانينات والتسعينات اللي احنا شايفين انها حاله موسيقيه متجدده دلوقتي في ظل نقدر نقول حاله الحنين اللي الشارع المصري بيعيشها، عشان الناس تعرف ايه اللي حصل، ومع المطربين اللي ظهروا كانوا محققين نجوميه كبيره جدا واختفوا مع مرور الوقت. سعدت جدا بوجودي في معرض الكتاب، وان شاء الله ان شاء الله يعني كتاب شريك كوكتيل يلقى النجاح اللي بتمناه. الحقيقه كان في تفاعل كبير جدا، لان الناس عندها حنين لفتره الثمانينات والتسعينات، خصوصا قصص مرتبطه بحميد الشاعري اللي هو كان مفجر ثوره مزيكا كلنا بنحبها، حتى الاجيال الحاليه ما زالت بتذكره وبيجيبوا اغانيه وبيسمعوها. الندوه شهدت اسئله كتير، خصوصا فيما يتعلق بالكواليس صناعه الاغاني وقصص ما كناش نعرفها عن الاغاني، انها كانت واخده مسار واتجهت الى مسار اخر. كمان أستاذ مصطفى حمدي اتكلم عن توقعاته لمستقبل نجوم موجودين، توقعاته لتطور المزيكا، كمان اتكلمنا عن تأثير السوشيال ميديا على نجومية الفنانين، اختفاء وانحصار أضواء البعض بسبب إهمالهم للدعاية لأنفسهم. الكلام عن الكتاب كان كويس، أنا استمتعت جدا بالحوار مع أستاذ مصطفى، لكن كنت أتمنى إنه هو لما سألته عن جزء تاني للكتاب فقال لي إنه هو مش بيحب فكرة السلاسل والأجزاء، كنت أتمنى إن أنا أقرأ أكتر من كتر ما أنا استمتعت بالكتاب.